إن كنت تريد أن تعلم إن كنت من الإيجابيين أم من السلبيين، فسأخبرك هذه القصة. حينما كنت أكمل دراستي الجامعية في أحد البلدان الغربية، وضعني أحد أساتذتي في مجموعة مع فتاة تدعى كاترينا وتلميذ آخر اسمه فيليب، لكني لم أكن أعرفه. فسألت كاترينا: من هو فيليب؟ هل تعرفينه؟ قالت كاترينا: نعم، إنه زميلنا ذو الشعر الجميل الذهبي، وكان يجلس دائما في المقدمة. قلت: لم أتذكره، صفيه لي أكثر. قالت: زميلنا الرائع ذو الهندام المتناسق والمظهر المرتب والأنيق. فقلت لها: لم أتذكره بعد، صفيه بدقة أكثر. فردت قائلة: زميلنا الذي يرتدي دوما بلوزة شيك وبنطلون جينز مرتب. قلت: صدقيني لم أتذكر، رجاء صفيه بدقة أكثر. فردت قائلة: فيليب زميلنا الخلوق الطيب الذي يجلس على مقعد متحرك. هذه المرة فهمت بدقة من تقصد، ولكن طريقة وصفها لفيليب علمني الكثير. كم كانت كاترينا راقية بوصفها وإيجابيتها في نظرتها، لأنها أغمضت عينها عن نواقص فيليب وبدأت بوصف إيجابياته. فسألت نفسي: لو كان قد حدث العكس، أي أن كاترينا هي من سألتني من هو فيليب، فكيف كنت سأصفه لها؟ بالتأكيد كنت سأقول: إنه زميلنا المسكين المعاق الجالس على كرسي متحرك. فعندما قارنت نظرة كاترينا الإيجابية مع نظرتي السلبية، شعرت بالخجل. الحكمة هي: ما أجمل أن نركز دائما على ذكر الإيجابيات الخاصة بالآخرين والتغاضي عن السلبيات، والأجمل من ذلك تعليم هذه السلوكيات لأبنائنا ومن هم حولنا. هكذا تكون إيجابي يا صديقي.